بحياته بكل دقائقها وتفاصيلها للتأسي بها في كل موقف من مواقف الحياة المعاصرة. مستمعي راديو المختار أرض الصدق في الوطن والمهجر، من أهمية دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المضي على منهج القرآن الكريم الذي قص علينا سير الأنبياء السابقين مثل نبي الله آدم ونوح وإبراهيم ويوسف وموسى وعيسى وأمه مريم عليهم الصلاة والسلام بصورة كاملة تقريبا أو شبه كاملة تقريبا. فأصبح لزاما علينا أن نجمع سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كذلك لتحقيق الأهداف التي من أجلها بسط الله سير الأنبياء عموما. من أهمية دراسة السيرة، السيرة النبوية مع الحديث الشريف يمثلان معا السنة النبوية، وهي المصدر الثاني بعد القرآن الكريم من مصادر التشريع الإسلامي، لأن السنة تشمل الأقوال والأفعال والتقرير. وإذا كان علم الحديث يقوم في المقام الأول على الأقوال، فإن الأفعال والمواقف التقريرية تعتبر عماد السيرة النبوية. إذن لإكمال هذه السنة لا بد من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهمية دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حث الإسلام على السيرة، فتعلم السيرة منهج الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين مع أبنائهم. فهذا هو أحد الصحابة يقول: كنا نعلم أبناءنا الغزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلمهم السورة من القرآن. ولذلك كان أول من جمع السيرة أبناء الصحابة رحمهم الله تعالى، كعروة بن الزبير وأبان ابن عثمان بن عفان وغيرهما. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمح لتميم الداري رضي الله عنه بالجلوس مرة واحدة في الأسبوع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقص سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصصه وأخبار الأمم السابقة حتى يتعلم ذلك الناس السيرة. ومن أهمية السيرة النبوية قصص، أن السيرة النبوية تعتبر قصصا، وطبيعة النفوس أنها تستوعب القصص بسرعة.